يبقى اكلات المصريين الفته ده طبق مقدس كل المصريين بيعملوه. رقاق بقى. والرقاق انا بقى قولي لي بتعملي الرقاق ازاي؟ لا انت بتقولي لا 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 انا المذيعه وانت الضيفه. اما اجي لك بتعملي الرقاق ازاي؟ انا من مدرسه الرقاق الطري. كويس. مش الناشف، يعني الناشف بيبقى حلو بس انا بحب الطري اكتر. كويس. بحط مثلا 5 طبقات من تحت، بدهنهم سمنه بلدي، وبعد ما بخلصهم بحط العصاك، وبعدين بحط بقيه الرقاق الطري برده بدهنه سمنه بلدي، وفي الاخر خالص بدخله الفرن وهو طري. فين المرقه؟ هقول لك بدخله الفرن وهو طري كده. كويس. اول ما ينشف بكون محضره المرقه، بتبقى سخنه جدا جدا، مرقه عليها سمنه بلدي ومستكه ومعلقه صغيره من اللبن وملح وفلفل، بقوم حطها على طشها. بيعمل تش كده. بيعمل تش طبعا. حلو قوي. بدخله تاني الفرن لمده 10 دقايق، بطلع اغطي بس واكون مقطعه. يعني انت بتعملي الرقاق الطري وتحطي سمنه وبتاع وتحطي اللحمه المعصجه وتدخلي الفرن، لما ده ينشف المرقه السخنه هي هتطش مع معلقه كريمه او لبن. دي المودرن بقى. ده المودرن. انا عارفه بقى الطريقه الثانيه. طيب انا بعملها بالرقاق الناشف. واجيب صينيه الرقاق كده، انا هجيب صينيه كبيره كده عشان انا غاليه. غاليه بقى. ايوه مامتي بتعمله كده. يبقى انا مدرسه. وناخد كبشه واحط في الرقاق واقلبه يمين وشمال لغايه ما يبقى وبسبسه كده، وبعدين افرد الصينيه سمنه واحط الرق، وبعدين هسه سمنه كده على الرق. كم تحت وكم فوق؟ والله بحط 3-4 تحت و3-4 فوق، ما بحبهاش عريضه قوي. قوي اولا خلاص. بس لازم يبقى الرقاق خلاص شرب الشوربه بشده، بحيث انه ايه، لو انا بشتغل حسيت ان الشوربه بردت اقوم اغليها تاني. ده لازم تبقى سخنه قوي. مامتي بتعمله بنفس طريقه حضرتك. خلاص. وانا هجرب اللي انت بتقوليه ده. حلوه قوي. هجرب السنه دي يا جماعه، هنجرب طريقه الشيف غاده جميل في موضوع الرقاق، وهي هتجرب طريقتنا في الفتة. بحب الرقاق قوي.